من ضمن الأسئلة، أنا بقالي فترة في السعودية وملاحظ حاجة غريبة. صفحات السلاسل المشهورة زي النهدي والدواء والليمون وآدم ومتحدة مش عليها أي تفاعل خالص في البوستات، البوست يعني، وما بتاخدش ولا رياكت حتى. ايه السبب؟ الحقيقة لأن السعودية ما بتتعاملش على الفيسبوك، أغلب الجمهور السعودي مش زي مصر. منصات التواصل اللي بتستهدفهم هي في التسويق هي السناب شات، التيك توك، اليوتيوب والانستجرام. الفيسبوك هو آخر الأولويات، السناب والتيك توك وتويتر أكتر مواقع السوشيال ميديا اللي عليها تفاعل من السعوديين، لكن الفيسبوك قليل جدا في الاستخدام. ولذلك هتلاحظ بأنك لو أنت حابب أنك تتارجت الجمهور السعودي أو الخليجي بشكل عام، ضع هذه المواقع في الحسبان وربنا يوفقك ويكتبك كل خير بإذن الله. عملنا فيديوهات كتيرة بخصوص الانترفيوهات الخاصة بسلاسل الصيادلة، فضعوها في الحسبان وربنا يوفقك ويكتبك كل خير بإذن الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو لمتابعة كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.